We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello everyone, thanks for joining us. Welcome to this high level. أرحب بكم جميعا بأنكم معنا في هذه الجلسة الثانية. أنا صحفية أعمل في شركة ABS نيوز وكذلك في منظمات غير ربحية تقوم بمساعدة في جميع. أنا مسؤولة عن القضايا المتعلقة بالمناخ وكذلك بالتقنيات العالية، وأود أن أقول أنه يجب علينا أن نعمل الآن بسرعة إذا كنا نريد تغيير شيء في هذا المناخ. إذن الآن سوف نتكلم عن مستقبل الحياة وفي تطور المدن التي نعيش فيها، التي يجب أن تكون ذكية وتكون فيها الخدمات. أود أن يصل الجميع كاميراتهم وسوف نتكلم. أرحب بالسيد خوتشكو من كاتوفيتسا، وهو والسيد ماريو شسكوبا، وهو نائب رئيس عمدة مدينة كاتوفيتس، ومن أمستردام. وأونلاين معنا السيد يوجي ساساكي، نائب رئيس التنسيق للعلاقات السياسية في وزارة الداخلية في اليابان، وكذلك السيد ديفيد جينسون، منسق الأمور الاتحادية للقضايا الرقمية ونائب رئيس التطور المستدام في البيئة، هو السيدة مارتا فروليش، من نائبة رئيس دايناميك سبيكتروم أونلاين. أرحب بكم جميعا، أجمل ترحيب، وأعرف أن لدينا وقت قصير، لذلك سأبتدئ مباشرة بالقضية. أود أن تفكروا في هذه المقولة وتعلقوا عليها. إذا حول برامج التي تتعلق بالتطور المستدام والنمو المستدام في المدن، فيجب علينا أن ننظر إلى الحداثة وهذه الأمور في المدن. أود أن فليتكلم السيد يوجي ساساكي. أرحب بكم جميعا وشكرا على إعطاء الصوت. أود أن أعلق عن هذا الموضوع، عن السياسة الجديدة التي نقوم بها حاليا في إطار إدارتنا، وتتعلق بالنمو المستدام وإنشاء المجتمع الشمولي الذي لا يبقي أحدا في الخلف ويقوم بخدمة كل أبنائه، وخاصة يردم الفارق بين المجتمع المدني في المدن والمجتمع في الريف، من أجل استخدام التقنيات الرقمية بشكل أوسع. هذه المبادرة ما زلنا نعمل عليها، ونحن لدينا رؤى عديدة هدفها تحسين هذه البنية التحتية المحلية، ومن هدفها أيضا تقوية القدرة البشرية وإعطاء مهارات رقمية زائدة، وكذلك مساعدة الأشخاص الكبار في السن للاستفادة من هذه التقنيات الحديثة، وخاصة في مجال البناء وقضاء الاستهلاك والزراعة. بالنسبة للزراعة، هناك مناخات تستخدم مثلا في
الزراعة الذكية التي تستفيد من أتمتة الزراعة بالاستفادة من كل المعطيات والرصد عن بعد وكل متابعة كل العوامل التي لها دور في زيادة الإنتاج الزراعي والاستفادة من شبكات الجيل الخامس في الرقميات وخاصة في مجال البناء. لدينا مشروع يخص بالإدارة عن بعد للآليات الثقيلة في قضية البناء، وكذلك نحاول أن نتعامل مع كيانات متعددة خاصة الكيانات الصناعية والوسطى والصغيرة من أجل تأمين أمان عمل ونوعية جديدة من نتائج العمل بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وكذلك هناك عمليات إنتاج مؤتمت، وهناك عملية المراقبة وكذلك تنفيذ الفحوصات عن بعد التي تتعلق بالنوعية. وهناك أشياء كثيرة نستطيع أن نغنيها بحداثة وإبداع جديد، وخاصة فيما يتعلق بمخطط تنمية البنية التحتية. شكرا على هذا التعليق. والسيد جنسن الآن. شكرا على إعطاء صوتي. السؤال ممتاز، وأنا أوافق على ذلك بأننا نتصدى لتحديات جبارة تواجهها المؤسسات العامة. فيما يخص ما نواجهه الآن، فنحن في برنامجنا البيئي للأمم المتحدة نحاول حل هذه التحديات نوعا ما ونعالجها، ولدينا ثلاثة اتجاهات. أولها سرعة إتمام هذه الحلول الذكية والمرنة، وهذا ما نريده منها. وأيضا نريد أن الحصول على التغذية الراجعة من مستخدمينا ونبني عليها ما نبنيه مستقبلا. أيضا نطيح البيانات بصيغة Open Data، البيانات المفتوحة وذات الرمز المفتوح. ثانيا مبادرتنا الثانية تعول على تكاملية وشمولية هذه المنتجات مع البنية المتاحة. نريد أن نكون مرنين وخلق بيئة رقمية شاملة لمنتجاتنا من أجل ربطها مع بعضها البعض بدون مشكلة، لكي لا نعتمد فقط على حل واحد فقط، ولكن من شأن بناء نظام متكامل. وأيضا نريد تضمين نظام التحكم والإدارة من أجل إسراع عملية إدراج حلول رقمية جديدة. نفكر على سبيل المثال في التوصل إلى الحالة حيث فيها القوانين الجديدة تسمح بإدراج التكنولوجيات الرقمانية الأمثل والمتناسبة مع البنية الموجودة استفادة من الرقمنة. هذه المجالات الثلاثة جدا مهمة، فالتكاملية وسرعة الرد والمرونة هي في الأهمية القصوى. شكرا على هذه التعليقات. بالفعل هذا النظام متكامل جدا مهم. المتحدثة التالية السيدة مارتا، شكرا على دعوتي في هذه الجلسة. فيما يخص منظوري أنا، فأستطيع القول ما يأتي في عام 2020 حسب أحد استطلاعات الرأي. كان المدن والسلطات المحلية تجد صعوبة من الحكومات المركزية في هذه الظاهرة، وهذا ما يدل على أننا في الحاجة إلى حلول رقمية تسهيلا لهذه الإجراءات. يجب أن تكون هذه حلول تضمن التنمية المستدامة. ففي وجهة نظرنا نحن نعتقد بأننا نواجه هنا تحديا فيما يخص إدراج تكنولوجيات حديثة
حديثة، وما يخص هذا التحدي بالذات هو أن تكون التكنولوجيات الرقمية الجديدة هي متاحة ورخيصة الثمن ومتوافرة لكل مستخدم، وأقصد هنا تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي والبيج ديتا وإنترنت الأشياء، وأيضا تكنولوجيات تعول على الفضاء الافتراضي والواقعي الموسع، وهذا ما نحتاج إليه في تضمين الوصول المنصف والرخيص لجميع المستخدمين. ويجب خلق إمكانيات جديدة لإدراج تكنولوجيات مثل واي فاي أو 5G، وهذا يتطلب سرعة في العمل. نحتاج من أجل تحقيق ذلك إلى خير الإدارة وتوافر الموارد المناسبة والكافية وتخصيصها لهذا الغرض. يجب تحقيق هذه الموارد من أجل الوصول إلى الإنترنت. هذا مهم للمدن، وهذا سيجعل هذه الخدمات متاحة لكل سكان هذه المدن. خلاصة للقول، ما نقوم به جدا مهم. أحيانا ليس كل واحد يلاحظ ذلك، ولكن يجب نحن العمل على إدراج هذه التكنولوجيات الرقمية الجديدة في الأمر. شكرا على الآن بيتر الذي معنا الآن، وهو موجود في مكان. أهلا، رحب بكم من مدينة كاتوفيتس البولندية. أود أن أتحدث عن ثلاثة أشياء. أولا عن المدن الذكية، ماذا أستطيع أن أقول؟ هذا قضية هامة جدا بالنسبة لنا، نحاول أن ندخل فيها بشكل مركب من عدة نواحي. القضية الواضحة بالنسبة لنا أن الرقمنة وحدها لا تكفي للوصول إلى أهدافنا، ليس فقط إدراج بعض الحلول، هو يجب أن يكون هذا شيء شمولي ومن كافة الجوانب. تم الحديث عن ضرورة إنشاء نظام للبيئة يكون كلي، يكون منشغل فيه كيانات عالمية وهناك مركزية وأخرى محلية، أن تكون كلها صديقة للبيئة وحلول أخرى رقمية. فإذا استراتيجيتنا هي تتعلق بالنمو المستدام وشبكة الجيل الخامس 5G، وكذلك هناك قضية تتعلق بالسكان المحليين التي تتعلق بإنشاء المدن الذكية. وهذا مثال على استخدام مثل هذه، ونحن نعمل مع مدن وشركات ومشغلين للشبكات، وكذلك مع منظمات غير حكومة، وكل هذه الكيانات تنشئ رؤية تحضر هذه البرامج للمدن الذكية. يجب أن تكون هذه الاستراتيجية متعددة ومركبة، وهناك انتظار على مثل هذه الاستراتيجية وكذلك على مهارات بالاتصال بين هذه الكيانات المختلفة. في كل المدن لدينا هناك مشاريع تعتمد وتتركز على ضرورات السكان المحليين، وهناك ثلاثة عناصر مهمة في هذه المشاريع. أولاً، السكان هم الهدف الرئيسي والذي يجب أن تتركز هذه المشاريع لخدمتهم، أي تأمين ضروراتهم، ولذلك القضاء على عملية النبذ الرقمي للسكان. المساحة الأخرى هي تنمية المجتمعات المحلية و كياناتها الاقتصادية في مجال البحث. والنقطة الثالثة هي البيئة. وما القصد هنا؟ هنا يجب أن تكون
هناك حلول مدرجة تكون صديقة للبيئة، تكون خاصة في مجال معالجة البقايا، وبهذا النوع نستطيع أن ندعم كل هذه المشاريع التي تهتم بالنظام البيئي العالمي. شكرا على هذا التعليق الذي يضع الإنسان في الوسط، نحن ندعم ذلك. معنا أيضا السيد ماريوش سكيبا. أود الحديث عن كيفية هذه الظاهرة على المستوى المؤسسي في بولندا، وسوف أتحدث باللغة البولندية. ماريو سكيبا، نائب عمدة كاتوفيتسا، نائب عمدة مدينة كاتوفيتسا. فيما يخص الابتكارية، شيء طبيعي تماما، رغبة الإنسان في الانطلاق إلى الفضاء الخارجي والبحث المستمر عن الحلول الجديدة شيء طبيعي بالفعل وعادي، ونحن وينبثق ذلك من أن منذ وقت طويل تعمل السلطات المحلية وكأنها شركات وتتقارن مع بعضها البعض، ومن خلال الحلول المختلفة تبحث عن خير حلول تزيد الابتكارية وتخفف من التكلفة وتزيد من مستوى رضا السكان، وهذا يتعلق برفع مستوى المعيشة والحياة. نحن في مدينة كاتوفيتسا نشدد على أهمية زيادة مستوى حياة السكان، ونريد ترغيب الناس على الإسكان هنا و الدراسة وتأسيس عائلات، ونريد إيجاد هذه الحلول لسكان مدينة كاتوفيتسا التي تتيح لكم ذلك، لكي تكون مدينة كاتوفيتسا مكانا شموليا، ولا كي لا يكون هناك شيء مثل اسمه النبذ الاجتماعي أو الإقصاء. هذا شيء جدا مهم فيما يخص أيضا التغيرات المناخية، شيء يقلقنا. دائما كانت هذه التغيرات موجودة في العالم، ولكن الآن ونحن في هذا العالم الحديث هذه الوتيرة الآن في التسارع، ويجب أن مداركة بعض النواقص والقصور، وهذا يتطلب إدراج بعض الإجراءات القانونية والاجتماعية التي تلحقها. لأعطيكم بعض الأمثلة على ذلك كيف نعالج نحن في مدينة كاتوفيتسا هذه الأمور. فمن الأهمية بمكان مسألة المواصلات والنقل والحركية. السلطات المحلية مثل ما تكون عليه السلطات المحلية التشيكية، وأصبحنا نحن منذ 2004 أعضاء في الاتحاد الأوروبي، واستفدنا من الصناديق البنيوية الاتحادية، فاستثمرنا الكثير في بناء الطرق وسبل المواصلات ومحطات النقل، ولكن تبين أن ليس كل ما قمنا به يلبي توقعات الناس. المدن تتوسع في السنوات الماضية خاصة، وهذا جعل نوعا من عدم رضا توقعات السكان. فهناك مشاريع أخرى جديدة ومبتكرة من شأنها تسهيل التنقل عبر المدينة، مثل المدينة الصناعية مثل كاتوفيتسا، من أجل تسهيل التنقل في المدينة للسكان. لدينا في كاتوفيتسا طريقان اثنان من خمس أهم الطرق في بولندا، وفيها حركة المرور جدا عالية، ومئات آلاف من السيارات
فنحن نتصدى لهذا التحدي. فهناك نظام ذكي للتحكم بحركة المرور نريد إدراجه في عشرات من تقاطعات الشوارع والطرق في مدينتنا من أجل زيادة الراحة لسائقي السيارات. هذا جدا مهم. كما قلت في البداية الكثير من الأموال أيضا تم استثمارها في شبكة المجاري. فنحن في مكتب إدارة المدينة نحتاج إلى معلومات تفصيلية حول البنية التحتية والمشاكل. هناك تغيرات في المناخ، هناك مواسم جفاف شديد، وهناك فيضانات، فهذه كلها حالات استثنائية فيما يخص الطقس. لذلك إحدى الشركات من كاتوفيتسا قامت بتنفيذ مشروع رصد البنية التحتية، وخلال 3 دقائق فقط نحصل نحن في عمادة المدينة على معلومات تفصيلية في حالة طوارئ، فيضان أو أي حالة غير متوقعة أخرى بكامل البيانات والمعلومات حول هذه الأزمة. فيما يخص إنقاذ الحياة، ونتحدث في هذه الجلسة عن الوصول إلى المناطق الخضراء وغيرها، فهناك ميزانية المدينة، مدينة كاتوفيتسا، وما بعد آخر القمة الحضرية في كاتوفيتسا. هناك تطبيق خاص لسكان المدينة عبارة عن عملية زراعة أشجار خضراء في المدينة. هناك أيضا مشاركات أخرى من سكان المدينة في تسيير الميزانية الحضرية لكاتوفيتسا. السكان يشاركون في اتخاذ القرار فيما يخص إنشاء حدائق أو مناطق أو مساحات خضراء جديدة داخل مدينة كاتوفيتسا الخاصة بنا. هذا فيما يخص القضاء على الإقصاء الاجتماعي. فكما تعرفون الآن نعاني من نسبة التضخم العالية، لذلك نحن علينا التصدي لهذا التحدي من جانبنا. نحن في مدينة كاتوفيتسا أدرجنا مؤخرا مبادرة أو مشروعا مبتكرا تحت تسمية الدكان المبتكر، وهو عبارة عن توفير منتجات أرخص ثمنا للسكان. أيضا تحدي آخر هو توسيع هذه العملية أو هذه الحملة إلى مناطق أخرى من المدينة. نريد فتح مركزا آخر في منطقة أخرى من كاتوفيتسا من أجل الوصول إلى مثل هذه المحلات أو المراكز التي تقدم هذه الخدمات. الشيء الثاني هي الوصول إلى الطاقة الرخيصة، لأن الموارد الخامات ارتفع ثمنها مؤخرا بشكل ملحوظ. لذلك علينا أن نعمل لزيادة فعالية استخدام الطاقة الكهربائية بشكل أكبر، وذلك على سبيل المثال من خلال إنشاء نظام معلومات دقيق عن كيفية استخدام السكان للطاقة الكهربائية في مدينة كاتوفيتسا بشكل فعال. حاليا النظام يشمل أكثر من 80 بناية، أقصد الطاقة الكهربائية والمياه والخامات الأخرى. بهذه الطريقة نبني نحن في السلطات المحلية لقدرات المدينة ونرفع كفاءاتها. وطبعا الميزانية هي محدودة، ويجب أن نعود كل عملة وكل ونستخدمها أكثر من مرة من أجل الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة للمدينة لخير المجتمع المحلي. شكرا جزيلا. أظن أن الجميع
لديهم هدف تحسين مستوى الحياة لمواطنينا. فلدي الآن سؤال، ما هي المبتكرات التي يمكن إدراجها حتى نحسن مستوى المعيشة للسكان؟ بأي طريقة نستطيع الاستفادة من الأجهزة الرقمية من أجل هذا الهدف؟ وأعود هنا للسيد إلى نائب رئيس نائب عمدة كاتوفيسا السيد سكيبا. هناك عدة أمثلة أعطيتها أثناء حديثي، ولكن قضية سمارت سيتي المدينة الذكية هي مهمة جدا، كما قال الزميل الذي تحدث قبلي، أي أن عملية الاستفادة من هذه بالنسبة لسلطة البلدية التي تعرف كيف تتم وتراقب عملية سير تنفيذ عدة خدمات في المدينة في نفس الوقت، وهذا يوفر الكثير من الجهد، والكثير من السلطات المحلية لديها عدة أنظمة رقمية تختص بالضرائب، تختص بالميزانية، وهناك موائمة لذلك كنظام إيرب الذي تحاول بعض السلطات المحلية أيضا تنفيذه، وهذا ضروري. أما هذا بالنسبة لسلطات المدينة، أما بالنسبة للسكان فهنا أحد الحلول التي تسهل الحياة وتحسن عملية مستوى، وأن ما سينفذ سيعطي نتائج مهمة، خاصة فيما يتعلق بأن الجائحة أصبحت تجبرنا على إيجاد سيناريوهات مستقبلية، مثلا التنظيم المعماري للمدينة وتوسيعها، وكيف هذا التخطيط يجب أن يؤدي مثل هذه الوظائف. وأحد الوسائل التي ممكن أن تكون في قضية النقل مثلا في المستقبل، هناك نظام فيزوم الذي نعرف من خلاله كيف نخطط بناء الطرقات ووسائل النقل لكي تكون دورها هو أعظمي في هذه المسألة. وخاصة بما أني أتكلم عن النقل، فأقول أن المعلومات التي تعود إلينا في مجال إملاء طابور النقل من الباصات والحافلات، فهذه المعلومات في هذا النظام تستخدم بشكل جيد، تعطينا تعريفا تاما لإملاء هذه الخطوط واستفادة منها بشكل أفضل، بحيث تكون هذه الخدمة متوفرة وعدد الحافلات وغيرها من وسائل النقل، وهذا يجعل هذه الوسائل قيد الاستفادة من قبل السكان بشكل أكبر. ما الذي من وجهة نظرنا مهم أيضا؟ إذن المعلومات السريعة للسكان لكي يعرفوا كيف ماذا يحدث في المدينة، لكي يعرفوا كيف يتنقلوا، وعبر أساليب متعددة منها الرسائل النصية القصيرة في الجوالات، والذي أيضا أدى دوره بشكل جيد، وكذلك عملية معالجة القمامة والفضلات، فهي أيضا كسكان للمدن علينا أن نقوم هناك سياسة عدة دول في الاتحاد الأوروبي أخذتها، خاصة في عملية فرز هذه القمامة وعملية تدويرها،
وكيف عملية استلامها من السكان ووضعها في فكل هذه الاستثمارات في مجال فرز هذه القمامة تؤدي دور ومما يجعل تأثيرها على البيئة الطبيعية أقل. هذه هناك أيضا قضية أخرى هامة في هذا المجال هي عملية التضارب الاجتماعي خاصة في عملية هناك ميزانية لسكان كاتوفيتسا من عدة سنوات هناك أن تنفيذ عمليات هذه الميزانية المواطنية يتم مثلا استفادة من التصويت عن طريق الإنترنت وأصبح المشاريع التي تقوم بها سلطات المدينة لها مصداقية أكثر عندما يشارك السكان في صنعها والتصويت على نجاحها وإدراجها. إن مستقبل السلطات المحلية وخاصة في قضية عملية صرف الميزانية بشكل يكون ترشيد الاقتصاد هو الهدف الرئيسي فيه بدون إهمال هذه السلطات العامية. شكرا للسيد على هذه الملاحظات. جيفيد جنسون كان أيضا يعلق قبل ذلك على ذلك. David, أنا كلمتك هل سمعتني؟ نعم بكل التأكيد ضمن يونب والبرنامج البيئي للأمم المتحدة نحن نعمل حاليا على ما يسمى بالتحالف للتنمية المستدامة الرقمية تحت اسم كود وهو من عنصر من عناصر الخطة الرقمية التي يدرجها الأمين العام وتشمل هذه المجموعة أصحاب مصلحة كثيرين حوالي 800 منهم ومن شأنها القضاء على النبذ الرقمي ونحن ننظر إلى التكنولوجيات الرقمية المتاحة ونزيد من الوصول إليها وأيضا نريد تشكيل التصرفات الرقمية قبل كل شيء نعمل الردم هو الرقمية التي ما زلنا نواجهها فيجب أن نبقى متصلين بشكل دائم مع منصات رقمية ونريد أن الأشخاص المسؤولين عن إنشاء أضخم المنصات الرقمية مثل جوجل وأمازون أن تروج هي من حيث المبدأ وتحقق الأهداف المستدامة للأمم المتحدة ونريد من خلال هذه المنصات الكبرى الرقمية الترويج للتنمية المستدامة والتصرفات المستدامة وعلى نطاق عالمي وهي من أهم الأمور التي نعالجها ضمن مبادرة كودز. السؤال الكبير الآخر هو ما هي أوجه التفاوت ما بين كبرى المدن من حيث الحلول الذكية ووسائل النقل والمواصلات فيجب إدراج بعض المعايير النموذجية في هذا الصدد كي تستطيع المدن أن تكون مترابطة مع بعضها البعض على منصات رقمية فنعود إلى التعاون وهو الكلمة المفتاح شكرا على إطاحة صوتي أريد
أن أعود إلى مسألة الاتصال أو الاتصالات. هذا مهم وخاصة لممثلي المدن لكي يكون لديهم الوصول إلى المعلومة حول كيفية استخدام السكان للإنترنت. حالياً أكثر من 50% من السكان المناطق الحضرية يتصلون بالإنترنت عبر خدمة الواي فاي، ونحن نأخذ ذلك كشيء طبيعي وعادي. ولكن رغم وأثناء الجائحة فهمنا أن الكثير من الناس عليهم العمل من المنزل ومن البيت، وفي هذا السياق وكما سمعنا أكثر من مرة اليوم من الممثلين عن جمهورية التشيك وبولندا وعمدة نائب عمدة كاتوفيتسا أن يجب علينا زيادة طرق الاتصالات في العالم وتوسيع الوصول إلى الإنترنت العالمي بسرعة تزيد عن 1 جيجا بايت في الثانية، وهذا ممكن تحقيقه إن عملنا مع بعض. يجب أن نعمل على توسيع الوصول إلى إنترنت العريض الوصول. الرقمنة هي تقوى الآن في وسط التقدم البشري والاجتماعي، وهذا يمكن أن يتم بمساعدة وبواسطة القرى والسلطات المحلية والمدن. لدينا موارد كافية لنستثمرها في هذه الحلول الرقمية. كما يقول الواقع الافتراضي أو الموسع، فلدينا تطبيقات شتى تستطيع دعم تنمية المدن الذكية كما نسميها، وبكل التأكيد المنصات الرقمية تستطيع مساعدة المدن. وهذه التطبيقات يجب أن تكون متاحة بشكل أوسع وأسهل لمستخدميها. فيما يخص التحول الأخضر، ففي هذا السياق وبرأيي علينا أن تتوفر لدينا معرفة أوسع حول كيفية اتصال الناس بالإنترنت. إذن من المستحسن أن تشمل المدن الخضراء. الدمج ما بين شبكات الإنترنت المختلفة، شبكة الواي فاي والإنترنت بالكيبل الضوئي، كي نستطيع وحتى حلول عام 2030 أن نتحدث عن توافر شبكة مستحدثة وواسعة الوصول إلى الإنترنت. شكرا على هذه التعليقات كلها، وإنها جميعها ملهمة للمستمعين. وبكل التأكيد من الجدير بالمناقشة حول التحديات التي نتصدى لها في أمام إدراج نموذج مدينة ذكية. ذكرت جزئيا عن هذا الموضوع في حديثي، وزملائي أيضا تحدثوا. أركز مرة أخرى أنه يجب أن يكون النظرة شمولية، يجب مشاركة كل الكنيات التي مهتمة. سمعنا عن كثير من المشاريع التي نفذت في مدينة كاتوفيتسا أو في مدن أخرى، هذا كله مهم من أجل أن تنفذ هذه البرامج على مستوى الإقليم والمحلة أو على مستوى البلد بشكل عام. لذلك في تشيك إن استراتيجيتنا قمنا بإنشاء اتحاد الجيل الخامس كما سميناه، من أجل أن تقوم بربط كل هؤلاء العناصر الداخلة في عملية تنفيذ هذه المشاريع
أن تكون لديهم إمكانية الاستفادة من هذه التقنيات G5 على شكل دائم ومستمر من أجل الحفاظ أيضا على نظام البيئة وعملية الاستفادة من أيضا إدراج مثل هذه الحلول التي تكون ملائمة وصديقة للبيئة والتي تكون نتائجها سريعة. هذه الحلول يمكن تنفيذها في مجال النظام المغلق، وهناك أيضا مساحة أخرى هو هذا الاتحاد على من أجل الجي 5 لكي تصبح مدننا أكثر ذكاء، وهنا انشغال للسلطات المحلية التي من واجبها تنفيذ كل هذه المشاريع الرقمية. أيضا هناك أمان الشبكات، كلنا نتكلم عن الرقمنة، وعندما تحدث عن الرقمنة يجب أن تكون آمنة، فيجب أن تكون هناك إمكانية لإنشاء مثل هذه المهارات عن طريق تثقيف وتعليم المواطنين. ليس جميع المواطنين مستعدين وهم على مستوى قبول مثل هذه الحلول، يجب مساعدتهم في ذلك. هناك أيضا أولوية تخص بلادنا أتشيكيا، هنا أقصد مدى وعملية تنفيذ الكوريتاجات النقل في مدننا، أي عملية الوصول عبر المدن. نحن نحاول أن نقوم بتقسيم هذه الوتيرة، وهي يعني فكرة إبداعية تسمح لنا ومبتكرة، تسمح لنا بليونة في التعامل في مع الشركات الخاصة أو الشركات الصناعية التي لها تأثير على المجتمع. وماذا عن اليابان؟ في اليابان أيضا هناك عدة مشاكل وهناك تحديات كثيرة عن عملية الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية وحماية الخصوصية في الإنترنت. هنا جميع يعرف أن هناك مخاوف من استفادة من معرفة الناس، يخافون من كيف يمكن الاستفادة من بياناتهم، وهل هذه البيانات آمنة. نحن نعيش في عصر التقنيات الإنترنتية، وإذن لا بد من حماية هذه البيانات، ويجب أن يعرف الجميع أن هناك ثقة في هذه الحلول، لأنها إن لم تكن ذات مصداقية وذات ثقة من قبل الناس، فإن عملية نموها واستخدامها ستكون صعبة. لذلك فإن حكومة بلدنا تقوم بالتعاون مع عدة جهات فاعلة من أجل الاستفادة من البيانات، عن عملية الاستفادة من البيانات في الإنترنت، وهذه القضية مهمة جدا في عملية الحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الخاصة. نستطيع أيضا أن نقول أنه لابد من الاستفادة من هذه الإمكانات. علينا أيضا أن نؤمن آليات للاستفادة الآمنة من هذه المعطيات والبيانات. نحاول الوصول إلى مستوى متوازن في التعاون مع المدن. نستطيع إنشاء مجتمع شمولي يستطيع فيه كل شخص الاستفادة
من هذه الإمكانات التي تعطيه إياها المدن. شكرا على هذا التعليق، فهذا يؤدي بنا إلى أسئلة أخرى ولكن الوقت ضيق. ففي الختام أرجو من المشاركين في الجلسة بكلمة نهائية. نبدأ من سيدة مارتا. شكرا. فيما يخص الخلاصة من طرف TSI، فيجب أن أقول بأننا نتعاون، أنا مختلف أصحاب المصلحة والأطراف المختلف، القطاعات، الشركات الناشئة والMSE، ونحن سوف نواصل هذا العمل على نشر وصول أوسع إلى الوايف بواسطة الواي فاي وبناء هذا النظام الشامل، ونفتح على أطراف جديدة وأصحاب مصلحة جديدة من أجل تمكينهم من الوصول إلى هذا الفضاء الاتصالي ودمج التحديات المتعلقة بها مع بعض. المشاركة التالية، أنا كذلك أود التجديد على أهمية التعاون المتعدد الأطراف، وهذا من أهم، وهذا في غاية الأهمية. في ضمن كودز نضع خطة تشمل أولويات مختلفة، وفي مارس آذار القادم سوف ننشر المنشورة الأولى في هذا الصدد، وسوف يشمل هذا التقرير التعاون ما بين مختلف أصحاب المصلحة الهامين. إذن كل واحد يشير إلى هذا النهج المتعدد الأطراف والشامل. هل هناك من صوت؟ نعم، وأنا أيضا أشير إلى أنه نهج جدا مهم، ولكنني أريد التعليق بعد على شيء آخر. يجب أن نضمن أن لا يتخوف مواطنون من التكنولوجيات الجديدة، الجيل الخامس والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. نحن لا يمكن أن يفكر بها شخص على أنها تهديدات، فيجب أن ننشر الوعي ونطلق حملات التوعية لكي لا يخاف الناس من هذه التكنولوجيات الرقمية الجديدة، ويجب أن نطلق مشاريع مبتكرة وأولية، ونري للناس كيف يمكن لتكنولوجيا الجيل الخامس أن تنقذ العالم، وكيف يمكنها أن تساعد في الحفاظ على البيئة. يجب أن بناء سبل التواصل الواسع النطاق مع المجتمع فيما يخص التكنولوجيا. شكرا يا بيتر. كان يوجي أيضا يتحدث عن الأمن السيبراني، هل تريد التعليق على ذلك أيضا؟ شكرا جزيلا. نعم، بالفعل فيما يخص ما سمعته هون، فهناك قواسم مشتركة، ولكن أيضا أوجه الحلول فيما يخص استراتيجيات إدارة المدن. وأيضا نحن وباستمرار نتعلم وندرس من المستنتجات المستفادة. في عام 2023 سوف نستضيف القمة الرقمية التالية، وسوف نأخذ هذه المسائل في عين الاعتبار ونتعلم من الغير. السيد الماريوش، هل لديك أي تعليقات؟ هذا النقاش يرينا بأن ثلثي من سكان العالم سوف يسكنون في المدن مع حلول عام 2050. هذا يعني أن الضغط على المدن سوف يكون أعلى. هناك مصطلح الغابة الاستوائية الحضرية، وهو هي المساحة، المساحة الحضرية التي يمكن أن نضيع فيها.
يجب أن تكون المدن منفتحة وصديقة لجميع سكانها وفيها مناطق خضراء مبتكرة. الشيء الذي نقوم بإدراجه الآن في المدن والضغط على التكنولوجيات الحديثة في المدن الأوروبية، نحن نتجهز للرؤية المالية الجديدة والمنظور المالي الجديد من الاتحاد الأوروبي، ويجب صرف هذه الأموال على الابتكارات التي سوف تعود إلينا بالثمر. شكرا على مشاركتكم جميعا في هذه الجلسة المثيرة للاهتمام. هذا النقاش الهام والمثير للاهتمام، فهمنا من خلاله أن يجب أن تكون المدن شمولية وصديقة للبيئة وصديقة لسكانك. شكرا للجميع على من نظم هذا اللقاء وأتاح لنا الفرصة للمشاركة فيها. لا ننفرق، ننفصل، وسوف نتقابل بشكل دوري أيضا مستقبلا. وشكرا على حسن مشاركتكم في هذه الجلسة.